ولا ولا ملاي ما عندك شفه تمام تمام هذه النقطه الاولى خاصنا ندافع على الرئيس الوطني باش يطالب وراني كنت قلتها في الى السينيوريتي في الجمع العام ديال الهيئه الجهويه باش كنسمع هنايا رقمها تنطالبوا متابعه طبيب حالة صلاح مؤقت يتابع ما كاينش دار الخطا يتابع ما كاينش حق المواطن ولكن صراحة علاش العاد عندكم علاش المحامي عندكم علاش المدير عنده الطبيب ما عندوش واش الطبيب عنده بط مهندوس فهمتي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اللي خاصنا نديرو كنقابة أنا في نظري مع كل احترام للناس ديال العاد تنحترموهم وتحترمونا ما خصناش نخدو معاهم في الكونفلي ولا علاش ولا ماشي علاش او هو يقول ندير لاسيونس ولا ندير لاسيونس حنا النظر ديالي كنقابه نديرو ونخلصوها حنا من النقابه ديالنا ولا نضمنو كاملين ونخلصو محامين اللي يكونوا جريمه